وقفنا ما سكتناش كنا رجال وقت النكسة لعينين تتفرج القلوب تمشي وتقسى اليهود تحكم ملوك العرب مفكسة صهاينة قتلوا فكوا دانسوا المسجد الأقصى غزة باللي عملوا مش ناسين احنا يحكم فينا ربي عباد وباش نبقاو عاسين فك جو بايدن مانيش خايف من المارين هزونا نموتوا شهداء معانا علاش عايشين منافقين اتباع اليهود قصفوا الناس وسط البيوت جانين جال الموت برا اسئل كلاب العرب باش كون بيع الحدود صنعنا صويرخ مش باش يوقفها مقلاع داوود احنا سولجز جنود مصرك دين لود ناس تحب تحارب حتى بشيل دانسول بعثوا بلينكن لتل افيف ايربورت بعثوا اليوم الرايتس لجيرال دارفورد سيبورت للكيان باش يبقى قلبي مليان حتى كان نقتل زوز ملايين من جنود الاركان ناو اتس سو شيم تو بي ان امريكان ما غدوه شو تشوفوا ملايين كي كتائب القسام غدوه تشوفوا ناس تكراكم اكثر من صدام نحصروكم من لبنان لمصر حتى بلاد الشام نحاربوكم للي جينا لمصر اسرائيل عدام دي ان اي مسلم تعرف راسل تعرفونا رجال نابلس غزاحيفا يافا عكا جنين بيسن برافا رمرا الخليل قدسي السافا نحب الجيوش بيش لتركيني بالمركافة حلق يا زويري حل اليد دويري حلق يا زويري حل اليد دويري حلق يا زويري حل اليد دويري داخل وسط النار بالزنار فلسطيني حلق يا زويري حل اليد دويري حلق يا زويري حل اليد دويري حلق يا زويري حل اليد دويري داخل وسط النار بالزنار فلسطيني قربت الربي نحب اخرتي قام عايش شيطان في وسطي نجم نحكي لك على جرامي كيفاش كنت الريسكي صاريت البيتشز الكوكو كيسين الويسكي يمانا وليت نشوف المواضيع هذوما الكل زايدين في قصتي ام الجينيس فاك راب نحب نصنع صاروخ باليستي زيدنا انفستي رويال جينج لايك تعملوا جيستي قصدي ما نيجا جيماني طيش روحو جوست بيشي جاستي الامور كان كي ناسي ذا وورلد از اون فاير ماي سولجرز معايا كتائب سرايا نبعث لك راشقة مع اصبع وسط وبسقة وينك يا جاري وينك يا زلمي ياسكا حكام العرب فسق لا سمح الله تولي ورجال فاش قام كلكم صهاينة مرتزقة بقدرة ربي كل ما تدخل غزة تشقى رجعكم وقت هتلر ايامات الكف والمشتى نابلس غزة حيفا يافا عكا جنين بيسن برافا رمرا الخليل قدسي السافا نحب الجيوش بيش تتركيني بالمركبة حلق يا زويري حل اليد دويري حلق يا زويري حل اليد دويري حلق يا زويري حل اليد دويري داخل وسط النار بالزنار فلسطيني حلق يا زويري حل اليد دويري حلق يا زويري حل اليد دويري حلق يا زويري حل اليد دويري مجددا وقوفنا الكامل مع شعبنا في فلسطين في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب المحتل الذي يرتكب أبجع أنواع الجرائم وقوفنا بكل ما أتيح لدينا من إمكانيات حتى يسترد شعبنا الفلسطيني حقه كاملا غير منقوص في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.